إذن متواجدون بمستشفى راغب حرب الجامعي هنا في مدينة النبطية جنوب لبنان، أين وصلت البعثة الطبية لجمعية علماء المسلمين التي هي في مهمة إغاثية إلى دولة لبنان الشقيقة. معنا الدكتور محمد كيحل ليطلعنا أكثر حول العملية الإغاثية والتي بدأ فيها الوفد الطبي لحظة وصوله إلى المستشفى، بدأ في العمليات الجراحية. أهلا بك دكتور. لو تطلع المشاهدين على أوضاع هنا في المستشفى وكذلك حول الجرحى، وكنتم قد شاركتم في عملية جراحية. نعم، احنا وصلنا منذ 4 ساعات تقريبا، وصلنا للمستشفى منذ 4 ساعات تقريبا، فبعد استقبال الحار الذي قاموا به الإخوة اللبنانيين أصحاب الجنوب، فباشرنا مباشرة العمل بالخصوص في جراحة العظام، لأنها كانت عملية جارية لجريح متعدد الكسور، عنده كسر في الترقوة في الكلافيكول، وعنده فتحة في الارتير سوكلافيير، الشريان اللي ما تحت الترقوة، وعنده كذلك كسر كبير في مستوى الفخذ مع فتحات جلدية. فقمنا بالعملية الأولى مع طبيب المقيم هنا وهو الدكتور علي، فقمنا بمساعدته والعملية جرت بخير الحمد لله. والآن أنا ننتظر باش نجروا له العملية على مستوى كسر الفخذ، اللي راح نديروا له نشوفوا أوضاع المعطيات تاع الجراحة، اسكو نديروا له مثبت خارجي فيكساتور اكستان ولا نديروا له انكلواج ولا اوتر شوز. ناكد باللي والله غير احنا الحمد لله رانا مسرورين، ونطمن الشعب الجزائري اخواننا كلهم وابنائنا وازواجنا واولادنا ان الحمد لله رانا في جو بهيج، يعني رغم الاعتداء والهجوم الذي يصاحبه في كل دقيقه، رانا منبسطين ورانا نعمل بأريحية بدون ستريس والحمد لله. والفرقة جيدة جدا، يعني الفرقة الجراحة اللي وجدناها سير بلاس في الساعة الحالية، أنا فقط الذي باشرت العمل لأن ما كاين مرضى ما جرحى كثيرين هذه الساعة، والإخوة اللبنانيين قالوا لنا بلي هذه الساعة ما كاش وفود جرحى كثيرين، لأن القصف ساعات ينقطع 2 أو 3 أو 4 ثم يعيد الكرة مرتين والعياذ بالله. فلهذه البيريود هذه المدة ما كاين جرحى كثيرين، وحنا رانا معهم مستعدين لأي ضغوطات تحصل في العمل أو في الزحمة تاع وصول الجرحى. نعم، شكرا دكتور. إذا كانت هذه كل المعطيات هنا من مستشفى الراغب الجامعي في مدينة النبطية. للتذكير كذلك هناك البعثة الطبية تتكون من 10 أطباء انقسموا إلى فوجين هنا، في فوج الأول في مدينة النبطية في هذا المستشفى بالتحديد، وكذلك هنالك أطباء 6 أطباء توجهوا إلى مدينة بعلبك أيضا لإجراء مختلف العمليات في مختلف التخصصات الجراحية التي يحتاجها المصابون. إذا كان معكم عبد الرحمن صداحين، مفد قناة الوطنية إلى لبنان.